الله معكم. المجد ليسوع المسيح اللي تجسد لخلاصنا. ما بعرف ليش اليوم حبيت اترنم أنا وياكم بمجموعة مزامير، مجموعة أقوال، مجموعة آيات بيبلية بتخبرنا شوي قصة التجسد وبتحطنا قدام هالواقع الجديد اللي اسمه سر تجسد. بالكتاب المقدس المزمور 13 الآية الأولى بتقول: إلى متى يا رب تستمر على نسياني، وحتى متى تواري وجهك عني؟ هيدي الآية بتقلي قديش كان في وجع، قديش كان في حالة موت ماشي بعروق البشرية وبعروق التاريخ. مشان هيك صرخ الإنسان إلى متى يا رب بالتجسد. قال لهم الرب: الآن بلش عهد جديد. آية تانية بقطفها من الكتاب المقدس ومن سفر أشعيا. أشعيا بالفصل 45 آية 8 بيقول: اقتري أيتها السماوات من فوق ولتمطر الغيوم الصديق. يا ريتك، يا ليتك تشق السماوات وتنزل. وكأنه عم بيقول له هالشعب للرب: أيمتى يا رب رح تشتي لنا الغيوم الصديق؟ أيمتى يا رب رح تشق السما وتنزل فتسيل من وجهك الجبال؟ ليكو هالكلام اللي كان كله شوق لقل له للرب الإنسان: دخلك يا رب هلأ. كمان بين النبوءات برجع لنبوءة أشعيا. أشعيا الفصل 14 الآية 7 بقول: فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية، ليكو هالآية: هإن العذراء أو هإن الصبية تحبل وتلد ابنا تدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. أشعيا بالفصل 9 الآية الأولى بيقول: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور. هذه كمان من النبوءات الحلوة اللي بتقلنا ليش الله تجسد، تأنسن، تجسم، أخذ جسم. مشان هيك شعب سالك بالظلمة شو كان بده؟ كان بده من شي مطرح يشرق نور المسيح. أشعيا كمان بالفصل 49 الآية 13 بيترنم بهالكلمات الرائعة، والآية 13 بتقول: رنمي أيتها السماوات وابتهجي أيتها الأرض واندفعي بالترنيم أيتها الجبال، لأنه قد ولد لنا ولد، أعطي لنا ابن، فسارت الرئاسة على كتفه، دعي اسمه عجيبا مشيرا إلها جبارا أبا الأبد رئيس السلام. كلمات بتحطني قدام يمكن دعوة الرب، قوة الرب، ولبل بتحطني قدام رئاسة جديدة. وهيك أنا وياكم كيف فينا ما نطلع بهيك آيات ومنحس بكل سر التجسد يتجلى قدامنا؟ هوشع كمان، النبي هوشع بالفصل الأول الآية 11 بيقول إحدى النبوءات الحلوة كتير: لما كان إسرائيل صبياً أحببته، ومن مصر دعوت ابني. عم قولون عم أهلي إخوتي تقلكن نعم، هيدي النبوءات تمت. نبوءات إذا دلت بتدل على أنه المسيح المنتظر كان يسوع اللي أنتو بتعرفوه. لما كان إسرائيل صبياً أحببته، ومن مصر دعوت ابني. وهيدي النبوءة تمت لمن الملاك قال له ليوسف: رجع من مصر على أرضك. ولمن كان هيرودس مات قال له الملاك ليوسف: ما ترجع على بيت لحم، لأنه أرخيلاوس ابنه لهيرودس استلم الحكم، وكمان أرخيلاوس
كان مثل بيو، مشان هيك رجعوا عن ناصرة ودعي يسوع ناصريا. بحب كمان اخوتي ذكركن باحدى النبوءات اللي بيقول اشعيا بالفصل 49 الايه 15، بيقول: قالت صهيون تركني الرب ونسيني سيدي، اتنسى المراه رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى ولو نسيت الام او النساء حسب الترجمات فانا لا أنساك، فهأنذا على كفي نقشتك، قال الرب. شو حلو، الله ما بينسى أخوتي، الله بيتذكر عهوده. أقولكن بعدكم تتذكروا لما قلت لكم زكريا معناتها الله تذكر. اليوم تسعوية الميلاد مثلا منرنم هالمزمور الثاني اللي بتقول: لماذا ارتجت الأمم وهزت الشعوب بالباطل؟ قال لي أن تبني أنا اليوم ولدتك سلني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، ترعاهم بعصا من حديد وكإناء خزاف تحطمهم. هذا المزمور بذكر بأنه الرب ولد، قال لي أن تبني أنا اليوم ولدتك. النبوءة الأخيرة اللي بحب أذكرها من سفر العدد الفصل 24 آية 17، وهي آية رهيبة اللي بتقلنا: أراه وليس حاضراً، أبصره وليس بقريب، يسعى كوكب من يعقوب ويقوم صولجان من إسرائيل. هذه كمان نبوءة بتقول: أراه وليس حاضراً، أبصره وليس ببعيد. نعم، هذا هو الرب. هيدي النبوءات أخوتي حبيت أنا وياكم نرجع نتذكرها اليوم، بعض النبوءات اللي بتذكرنا بتجسد الرب يسوع. والله معك.